أوكي، وصلنا لنهاية الحلقة لفقرتنا الأخيرة وختامه مسك مع المخرجة دارين العشي من شركة اسمها أمينت مارفل، متخصصين بحكوا القصة الشخصية لسيدات ورجال وناجحين وناجحات حققوا أحلامهم أو في طريقهم إلى تحقيق أحلامهم، بيستعملوها كدافع للأشخاص الآخرين. ودارين أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكم. Thank you. كثير اهتميت بموضوع القصة الشخصية وكيف الواحد بقدر يرويها بدقيقة، لأنه إحنا واحدة من الأمور اللي بنرتكز عليها بصداقة هي نهج التنظيم المجتمعي. أوكي. وبعتمد تحديدا على رواية القصة الشخصية وقصة الآن وقصتنا نحن. فحكينا شوي أكثر على أمينت مارفل. أوكي. هلأ أمينت مارفل بلش ب2015، كانت فكرته إنه بدي بلش بفكرة بسيطة يكون لها تأثير إيجابي على المجتمع. كنت أنا وقتها دارسة فيلم ميكينج جديد وجاي متحمسة على الأردن، جعبالي أعمل بالقدرات اللي عندي إياها تأثير كبير. ففكرة أمينت مارفل طلعت إنه بدي كتير عرفت ناس بالأردن حققوا أحلامهم وطموحهم وناس مش كتير تعرف عنهم، فحسيت بدي بوقت قليل بطريقة بسيطة أفرجي هاي قصص الناس بالأردن وبالعالم، يعني نحكي قصص الناس الأردنية الناجحين إيش عم بيصير بعمل فيهم. طب كتير. يعني معقول بواحد بستين ثانية يقدر يحكي قصة نجاحه؟ إحنا بنحكي كتير، ما بنحكي كتير بالمرة، مضطرين، لازم الناس بتزهق. بس كيف يعني عن جد 60 ثانية؟ قديش الواحد بده يكون بريسايس هيك ويكون مركز هلأ في يعني أديتنج كتير بيكون مخيف. إحنا لما نحكي الأسئلة بنقعد يمكن 10 دقايق بالمقابلة، بس بناخد أهم إشي بالحكي ومطلب من كل حدا إنه يستغل هاي الدقيقة ويطلع شخصيته الحقيقية من جوا من غير الديتيلز اللي إحنا مش كتير بتهمنا، وبدناها تكون كتير مؤثرة، فهو بكون محضر حالة من هاي الناحية. وفي جزء كبير علي إني أعمل القصة بدقيقة تكون مؤثرة. قدرت تعمل قصة حياة قصة نجاحك ومش عارف إذا نجاح هلأ حاليا، بس قصة تعلمنا هو النهج كامل. يعني أنا عشان هيك بدي أشوف أنتوا بتعملوا لهم كوتشنج أو مرافقة أو تدريب للي بدهم يحكوا؟ لا لحكيهم لا، نبعت أسئلة هي كتير عامية، يعني ما لهاش كتير، ما حددهمش بإيش يحكوا إيش يجاوبوا، وكل واحد بجاوب على حسب إيش تجارب حياته إيش شاف حياته والقصص تبعته يعني. بس ما منعلمهم، بحس ما بدهم تعليم قد ما تعلموا بالحياة وجربوا، فالحكي اللي بيطلع كتير حلو. طب طلع معك شي حدا هيك عملتوا له يعني يحكي قصة حياته قصة نجاحه بستين ثانية انه تفاجأ مثلا من اللي حكاه؟ كلهم بتفاجأوا الصراحة، يعني عشان الواحد لما يحكي بنسى بسرح، بس لما يشوف الحكاة بدقيقة بيستغرب انه كيف ضبط الحكي اللي حكيته بدقيقة، وهذا معقول حكي لانه هو الحكي شوي غير عن اي مقابله بنشوفها، هو اكثر شخصي اكثر تجارب اكثر صعوبات، فبتحس الواحد هيك بيحكي شيء كثير حقيقي، فالواحد بتقرب من هذا الشخص عن طريق المقابله. وهي الاسئله اللي بتبعتوها هي الاسئله التمكينيه، يعني انه بتساليهم اكثر عن شو خلفيتهم وهذا، فبتخلي الشخص يتامل بحياته شوي برحلته. صح. او رحلتها، ويمكن توصل بالنتيجه لهناك. طب شو كان التجاوب او لحد الان شو التجاوب؟ انت هلا عم تحجميهم على موقع الكتروني، كيف التغذيه الرجعيه خلينا نحكي الراجعه؟ اوكي. هلا بصراحه عم بيكون كتير رهيب، وهذا الشيء اللي عم بدفعني دائما اني اضلني اعمل فيديوز واضلني اتعرف على ناس، وضل يكون انه هذا الشيء زي حلقات بتنزل كل 10 ايام تقريبا. عم بيكون في تاثيرين، تاثير الناس اللي مصورهم لما نعمل الفيديو كيف بيجي لهم فرص ما كانت تخيلهم حتجي لهم، والتأثير الثاني والمهم كمان بالنسبة لي المجتمع والجمهور اللي بيحضر هاي الأسس كيف عم بتأثروا، وبيجي لهم أمل وبحسوا أنا من الأيام ممكن أكون شخص ناجح، لأنه هاي عندي مثال حدا ببلدي بنفس الـ circumstances وعم بحققوا أحلامهم. حلو. طب نحن بدنا نشوف واحد من الفيديوز اللي أنتوا عاملينهم ونشوف وكيف بحكي حياته ونجاحه بستين ثانية بتعلم. الوقت اللي طلعت فيه الفكرة كنا دائما نزور بعض المناطق الأقل حظا خلينا نقول، في عدة مناطق سواء كان في الأردن أو في السعودية أو غير هيك من البلدان، وكان مزعج قدين إنه يكون في مواهب ونساء عظيمات بس بسبب ظروف معينة أو سواء جنسية أو لون أو دين أو مثلا ما عندها تعليم كافي إنه مش عم تقدر إن هي تحسن من مستوى معيشتها. فهذا الشيء بالنسبة لي كان جدا مزعج، وجدا مزعج إنه قديه وصلوا لمرحلة إنه هن عم بيعتمدوا بحياتهم اليومية على الغير لحتى يقدروا يعيشوا. قديه بشع صراحة.
فكانت الفكرة إنه طالما هم عندهم حرف عظيمة زي الكروشيه شغل الصنارة أو التطريز، طب ليه ما نعمل تغيير؟ يعني نسحب الخيط ونحط بدال الكيس ونشوف نجرب شو يطلع معنا. دائما بنقول غيرنا وظيفة الأخ كيس من ضار إلى نافع. طب كيف تختاريهم مثلا هدول الناس؟ الكل حابب يسألنا هذا السؤال. هلا اول شيء بالويب سايت عندنا ريكومنديشن، اذا حابه انت انه تحكي اسمك، تحكي عن حالك، او حدا حابب يقترحي عنه. وكمان كل حدا بنصوره نساله انه يقترح كمان اسامي تاني، بحس انهم ملهمين وعندهم قصص ناجحه. فهيك بضلنا نتعرف على ناس غير حلو. يعني عشان 60 ثانيه قد ايه والله بياخذك مع الشخص؟ مرات مستحيل 10 دقائق. لا طبعا. هلا اذا كان ساعتين، انه احنا بنحكي ساعتين ساعتين مشان دقيقه، ساعتين هذا تصوير بس شغل واخراج وهيك، ممكن ياخذ اسبوع، لانه القصص تطلع هيك بحسها كثير. حتى وانا عم بشتغل كنا عم بشتغل على قصتي، انه بدي القصه تكون كثير حلوه، انه الشخص كثير رهيب ما بدي اقصر بحقه، فبياخذ وقت هذا كثير. لكم كمان تاخذوا صور من يمكن عملها او بالزبط. عمله زي ما هلا كل واحد مصوره باسلوبين، الاول بيكون المقابله، الثانيه طبيعه عمله، اذا كان طباخ بيكون بالمطبخ، اذا كانت رسامه بيكون بالاستوديو، عشان بالدقيقه نستغلها بطريقه كبيره. تمام. وفي ناس تدعمكم انكم تعملوا هاي الفيديوهات؟ يعني كيف انتوا؟ لانه هذا عمل بده جهد وبده وقت وبده امكانيات. كدعم مادي يعني ولا كدعم فني؟ اي نوع الدعم. هلا كل شيء هلا في موجود صراحه. كدعم مادي احنا اخذنا الامنه مارفل، اجى له تمويل من عبد الحميد شمان فاونديشن. وكدعم فني يعني عندنا تيم، هلا انا لاني بصور وبخرج، وفكمان في عنا ديزاينر تيم، عندنا اثنين بواحد بالضبط. فانا عملتها، فكلياتنا مع بعض قادرين نحقق هذا الحلم. وين شايفه حالكم رايحين كامنه مارفل من هون لسنه لخمس سنين؟ هلا كخمس سنين صعب صراحه احكي لك، بس اكيد بدي يصير عالمي. يعني احنا هلا مركزين على المواهب الاردنيه، وهديك سنه طلعنا صرنا صورنا ناس بالوطن العربي، بدي يصير عالمي. فهذا هو الدرجه الثانيه اللي عم نطمح فيها. في شيء شبيه لكم في اي مكان في العالم، ولا هل هي فكره تماما مبتكره طالعه من هون، ولا بايش بقدر اشبهها؟ هلا تدكس بالضبط. هلا يعني ما بدي احكي تيدكس، بس هو كان يعني عشان انا كنت احس تيدكس بعيد عنا وكثير الفيديو الطويله، هو اللي خلاني اطلع بهاي الفكره. هو مستوحى من كثير اشياء، الانترنت طبعا بسهلنا كثير اشياء، بس حلو الواحد يطلع من كل افكار بفكره جديده. هي الافكار موجوده بالمقابله، بس هي الفكره انه دقيقه يمكن اللي كان الاشي الغير. طب في عنا كمان لقاء فيديو لكم، خلينا نشوفه. اوكي. مردودين مخرجة مسرح وبشتغل في مجال تمكين الشباب. صعب كتير إنه إحنا نكتشف صوتنا، لأنه منكبر بمساحات فيها حكمية وفيها تمييز، وهاي الحالات كلها بتخلي الصوت اللي جوانا يسكت يصمت. فعملية تحرير القدرة على التعبير على النفس هي عملية بحد ذاتها بتحرر الفرد من قيوده، ولما يقدر يتحدى كل هذا بيساعده يلاقي قوته الداخلية حتى يقدر يأسس لمسار عمل وحياة أكثر جرأة وأصالة. هدفي بالحياة أخلق مساحات آمنة وشجاعة للشباب وللأطفال وللأهالي، يستكشفوا القضايا اللي بتخصهم وبتهمهم ويعبروا عنها بصوت جريء وقوي، ويقدروا يساهموا بحل المشكلات الموجودة بحياتهم. يعني انا لاحظت انه في ترجمه، فانتوا عم بتحاولوا توصلوا كمان رسالتكم للغير العاطقين باللغه العربيه. اكيد بدنا نفرجي المواهب العربيه والناس اللي حققت احلامها لكل الناس، مش بس للعرب، مع العرب يعني اكيد. وحتى اذا في واحد مرتاح يحكي بالانجليزي وعنده مشكله مثلا باللغه العربيه، بنترجم بالعربي. حلو. معقول يعني انه يكون عندنا مشكله مع لغتنا؟ في بعرف. معقول هاي بدها حلقة تانية كاملة، هاي قصة قاعدة، هاي بدها خمس هاي بدها سيريز مش حلقة واحدة. سنتين. لا طبعا. طب حسيتي حالك دارين انك حققتي اللي بدك اياه، ولا يعني هذا جزء من الاشياء اللي انت بتطمحي تعمليها؟ وواضح انك انت عم تخدمي شريحة، بتخدمي مجتمع، خلينا اقول بتنوع، يعني كل واحد بمجاله عم بيعمل شيء لهالبلد. يعني انا حاسة حالي
طريق تحقيق أحلامي. بحس كل يوم عم بحقق حلم صراحة، بس متأكدة أنا بهذا الطريق، الطريق اللي أنا مبسوطة فيه كتير، لأنه عم بحقق حلمي وعم بساعد الناس يحققوا أحلامهم وعم بعطي أمل لغيرهم، فعم بشبك دول ثلاثة مع بعض. فأنا كل يوم بكون هيك متحمسة ليومي وحاسة فيه شيء جديد، حاسة فيه مفاجآت جديدة. فبالطريق إن شاء الله. تعملوا عروض أو presentations بالمدارس مثلاً بهدول الفيديوهات؟ في أو في نية؟ لأنه بحس إنه كمان برضو ممكن يعطي صح دافع، خصوصاً بالفترة العمرية اللي هي بلشوا يفكروا بإيش إشي ممكن يحققوا. بتفكروا تعملوا إشي زي؟ أكيد بنفكر. إحنا هلأ بدنا صراحة بلش نعمل توعية وأويرنس بهذا الموضوع، بس لسه ولا مرة عملنا. بس إن شاء الله ناويين، لأنه بالذات زي ما أنت حكيتي هذا العمر 11 لـ 12 أكتر وقت واحد بيكون فيه ضايع، وبس بده يسمع أي إشي عشان يروح يدرسه، يعني أي كلمة بتأخذ كلمة بتوديه. فلما يشوف قصص هيك ممكن شوي يساعدهم يعرفهم دي يروحوا. طب ليش رحتي لل يعني أنت مخرجة أفلام مثلاً، ليه ما رحتي اتجهتي للأفلام اللي هلأ في كتير ناس عم بيعملوا أفلام قصيرة، مش 60 ثانية قصيرة يعني شوي، ليش رحتي لهذا يعني هون ما رحتيش بالاتجاه اللي الكل رايح فيه؟ كله صار مخرج أفلام قصيرة صح، ما في يعني ما بتعرفي كل هالشباب الجديد اللي طلعت كله مخرج أفلام قصيرة مخرج أفلام قصيرة، أنت لا رحتي على لاين تاني مختلف. يمكن اللاين اللي نقيته هو إيش أنا بحب ألاقي أونلاين صراحة. بحب أشياء اللي هيك القصيرين وبأسره، وبحب أشوف كتير ناس وأتعرف على ناس، وبحب ألاقي هيك سريعة بدك هيك كل شيء سريع إنه خلص. فعملت الإشي اللي بحب ألاقيه أونلاين، especially إنه يكون الحكي طبيعي من غير ما الواحد يشوف حاله، especially هلا الأونلاين الكونتنت اللي عم نشوفه مع الإنستغرام والسوشيال ميديا، الناس بس عم تفرجي حالها بأحسن حال، ما عم نشوف قدي الواحد تعب. فأنا جعبالي نرجع لورا نوقف نحكي للناس إنه إحنا تعبنا، إحنا تحدينا كتير أشياء بحياتنا عشان ننجح، حلو هذا الإشي يطلع، هذا إشي أنا بحب أشوفه فعم بطلعه. فأنا بعمل كل شيء أنا بحب أشوفه، وكتير ناس طبعا مش بس أنا على أرض الواقع. اللي هي أصلا هي عكس الواقع نفسه بالضبط، لأنه زي ما قلتي تحديدا مثلا إنستغرام عمالها بتكون زي خيال أو غير قابل للتحقيق، يعني مش دائما الشخص سعيد، مش دائما باللحظة فاءت لقوا نفسهم ناجحين ومبسوطين وسعيدين. بالتحديات بتركز عليها كتير في رواية القصص مثلا، تطلبي هاي النقطة؟ بحب صراحة الواحد يحكي عنها، لأنه بحس هذا الإشي بساعد الجمهور إنه يشتغل على حاله، لأنه الواحد كل واحد نجح بحياته كتير تعب، فحلو نفرجي هذا الجزء هلا. تمام، وهذا المطلوب، لكن برضو في ناس لساتها، وفي يعني مش كل حدا مثلا، خلينا نقول مش كل حدا الرجل الخارق او المراه الخارقه، يعني احنا صح نفس كلياتنا عندنا تحدياتنا ومش كاملين، بالعكس يعني مرات من نقاط ضعفنا او من عجزنا لكن قدرنا نحقق. فربما الشخص او اللي عم بيحضرني او اللي عمالها بتشوفني بتقول والله مظبوط، يعني ربما أنا برضو إنسانة عندي تحدياتي ولم أتغلب عليها تماما، لكن قادرة على أني أكون فعالة في مكان ما. فهذا يعني حلو أنه لما بظهر بالفيديوهات ساعتكم. لا في عندنا فيديو ثالث بدنا نشوفه، هي سامي حراني رائد اجتماعي وبشتغل بمجال تنمية الشباب. أكثر إشي بوجع البني آدم لما ما يكون في عدالة اجتماعية، وهي احنا يمكن بنشوفها كشباب بالتعليم، لما ما بكون بحتاج لفرصه تعليم وباخذ هاي الفرصه، واللي محتاج لفرصه التعليم ما عم بياخذها. فوصول المتساوي للفرص والعداله الاجتماعيه فرص التعليم يمكن من اكثر الشغلات اللي انا يعني كنت مهووس فيها، طبعا بالاضافه لموضوع المساءله الاجتماعيه، بمعنى انه حق كل مواطن يحكي مع المسؤول او صانع القرار ويحكي له اذا عمل صح او عمل غلط، ويكون حقه انه يصحح هذا المسار، ويحس هذا المسؤول انه المواطن فعلا له السلطه انه يساله ويحسسه بالمسؤوليه. هذول الشغلتين يمكن اللي انا من حوالي 10 سنين كنت مهووس فيهم. اكثر شيء بحبه بشغلي هو الدمج بين المشاكل المجتمعيه وبين الطرق المبتكره والابداعيه لحل هاي المشاكل. بحلم بيوم انه بس اللي بيستحق الفرصه هو اللي ياخذها، وانه المواطن يقدر يسأل صانع. عن جد يعطيك ألف عافية دارين، الله يعافيك. كتير مشروع حلو، يعني مبدعة بالفكرة الصراحة. هنا بيجي شكرا. لازم يكون في عندنا نحن منصة إبداع موجودة، هي مبدعة بفكرتك. شكرا كتير.
ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح. بدنا نشوف قصص كثيره وعد لو قصة حياة كان أنا كنت فيها، بس قصة نجاح لسه. بالعكس ليه؟ يعني كتير عندك قصص نجاح، أنا متأكدة لسه. لما تكوني جاهزة احكي معي تليفون. بتعرفي هذا هون سؤال، إذا حدا عنده إشي مثلا بده يعمل هيك شورت أشياء، ممكن تساعديهم مرات اللت والعجن زي ما بقولوا، تفقد الواحد المتلقي بفقد الاهتمام. لما تكون هيك سريعة وصلت الرسالة وعلى أوسع نطاق، تعملوا هذا الإشي؟ طبعاً، هذا الجزء الثاني من أمينة ماربل، اللي هو إحنا بنعمل دعايات وبنعمل حسب إيش بده الكلاينت قدامنا لمدة دقيقة. إحنا محافظين على نص ما عندك أنت، ما عندنا دقيقة وخلص. أمينة ماربل الإعلام الاجتماعي بده إشي هيك سريع. بالضبط، تمام. إنستغرام 59 دقيقة ثانية مثلاً، صح. وخلص الناس كثير مشغوله، ما عندها وقت تقعد اكثر من دقيقه صراحه. حتى اظن دقيقه هلا بعد كمان نص ثانيه رح نرجع نحكي بالموضوع، 36 ثانيه يمكن كمان ممكن هيك توصل. والله احنا صايرين سريعين جدا للهاي، برضو بدها حديث اكثر. كثير انبسطنا وانا كمان انه شفناك دارين، وشكرا انك شكرا لكم. وبدي كمان اشكرك يا ديالا، يلا ما عندي معنى عم بحكوا لك باذنك. انا اللي بدي اشكرك دارين، شكرا كثير على وجودك ويعطيك الف عافيه. سهر العلول ديالا الدباس نورتينا، شكرا لك، وان شاء الله بتنورينا كمان وكمان. تسلمي. رح نحكي في عنا قوانين كثير رح نحكي فيه. قانون العمل فيه يعني احنا بس عند ماده 72 موقفين لسه عندنا كثير عندنا قوانين نحكي فيها. برجع شكرا جزيلا، لانك كنتي اليوم معي ساعدتيني، شكرا انك دعيتيني يا ديالا، نشكر بعض هلا يعني، وان شاء الله تتكرر هاللقاءات هاي ان شاء الله. شكرا سهر العلول، شكرا دارين، وشكرا لكم، وبنتمنى لكم ليله سعيده. بتحب نتمنى لكم ليله سعيده، انا بعمل زي ما ديالا بتعمل. تصبحوا على خير، الى اللقاء.